الحمد لله، أهلا وسهلا بكم. ببدأ معاكم النهاردة أول مشوار في قناتي، قناة ثروة الخرباوي. أتمنى أن أنتوا تسجلوا في القناة، تشتركوا في القناة. هيكون في إصدارات ليا هتكلم فيها عبر حلقات طويلة في المرات القادمة إن شاء الله. لما هتشتركوا هتصل إليكم كل هذه الإصدارات الجديدة بإذن الله. النهاردة أنا حابب أتكلم عن حاجة مهمة قوي. إحنا بنمشي في التاريخ وبندرس التاريخ، لكن مش كل التاريخ اللي وصل إلينا كان تاريخ صحيح. في تاريخ وصل إلينا كان مزيف، بل عايز أقول لكم إن معظم التاريخ الذي وصل إلينا كان تاريخا مزيفا للأسف الشديد، رغم إنه كان قريب مننا، مع إن إعمال العقل في أحداث التاريخ سهلة وممكنة وفيها علماء متخصصين. من ضمن التاريخ الذي وصل إلينا وأصبح تاريخا مزيفا تاريخ جماعة الإخوان، المعروف إنها أنشئت سنة 28 والمعروف إنه كان أول مرشد ليها حسن البنا ومرت أحداث وأحداث وأحداث لحد ما وصلنا للمرشد الأخير بتاعها اللي هو محمد بديع المسجون حاليا. وبعدين أحداث كتيرة في أثناء ذلك كتبها الإخوان في مذكرتهم، وكتبها بعض خصوم الإخوان. لكن للأسف الشديد أنا لاحظت أنه الكل كان بيمشي وراء كتابات الإخوان فينظروا ويؤرخوا وفقاً لما كتبه الإخوان في كتبهم، رغم أنه هذه الكتابات في الغالب الأعم كانت كتابات تجميلية، جراحات تجميل في وجه هذه الجماعة المليء بالبثور القبيح. مش بقول الكلام دوت لأنه في نفسيتي شيء، لكن أنا كرجل وضعت نفسي في موضع البحث العلمي، يعني في وضع الحياد، لأنه اللي بيضع نفسه في موضع البحث العلمي ينبغي أن يكون محايدا. لذلك جردت نفسي من أي مشاعر وبدأت الرحلة. كتبت أول حاجة كان كتاب قلب الإخوان اللي كان بيحتوي على تجربة خاصة لي داخل هذه الجماعة، وبعدين قلت أتحرر قليلاً من المشاعر فكتبت سر المعبد، كان الجزء الأول منه ده. بس الجزء الأول منه كان من دار نشر نهضة مصر، وكان وقتها حاز قبول شديد جداً، اتوزع في مصر وفي خارج مصر وفي كثير من الدول الأوروبية على مستوى كبير جداً، وكأن هناك يعني يد تدخلت، يد إلهية أستطيع أن أجزم بذلك، عشان الكتاب ده ينتشر وعشان الناس كتير أوي تقراه من كل مكان. وفعلا كان له زيوع وكان له قبول وحصل على جوائز عديدة. وبعدين مرت سنوات ووجدت أنه من اللازم أن أكمل ما لدي من أخبار ومن أسرار، فكتبت الكتاب الثاني اللي هو الجزء الثاني من سر المعبد. الكتاب ده بيحتوي على، أو الكتابين دول بيحتوي على تصحيح لوقائع التاريخ التي وصلت إلينا والتي سار وراها المؤرخون سطرا بسطر وكلمة بكلمة. كانت المسيرة دي الحقيقة معظمها كانت مسيرة رأيت أنها كانت من باب الترادف أو من باب التكرار أو من باب الشرح والنقد، لكن مش من باب التحقيق التاريخي. التحقيق التاريخي اللي بيبقى زي التحقيق القضائي، لما تمسك قضية جنائية وتحقق فيها تحقيقا قضائيا وتشوف وتراجح وتوازن عشان تشوف إيه الصح وإيه الغلط. لذلك أنا جيت كتبت في الكتاب ده في سر المعبد عبارات مهمة جدا إن أنا أقولها لكم. قلت هذا هو الجزء الثاني والأخير من سر المعبد، وحطيت كلمة الأخير، لكن هل هو فعلا هيكون الأخير؟ في أحداث كتير وفي أشياء كتير لم يتسع لها المقام لسردها في الجزء الثاني، لكن قلت يحتوي هذا الكتاب على ما لم أستطع أن أضعه في الجزء الأول. كان الموضوع الحقيقة عشان أحطه في الجزء الأول كان محتاج شجاعة منقطعة النظير، للحقيقة ألم وللأسرار دهشة. ده جزء من أن أنا ما حطيتش كل حاجة. ليه؟ قد يرفض المتألم الحقيقة لما الحقيقة دي تصل لإنسان كان مؤمن بهذه الجماعة
وموقن بأنها جماعة ربانية أو تسير في طريق الإسلام، هيؤلمه قوي الكلام اللي موجود، فيرفض الكلام لأنه تألم منه، ولا يصدق المندهش الأسرار. الإنسان اللي بيقرأ ويندهش من كم الأسرار التي وضعت في هذا الكتاب ممكن ما يصدقهاش، ويقول الرجل ده بيبالغ. فما بالك وقد أوجعتني الحقائق التي عرفتها عن الإخوان، وأنا الذي أحمل قراطيسها، وأذهلتني الأسرار التي ساقها القدر إلي. صحيح في حاجات وصلت إلي قدرا، لكن أنا سعيت وبحثت وجدت أشياء كثيرة جدا مذهلة. ودي كان عبارة عن إعادة قراءة للتاريخ مرة تانية. عشان كده لما جيت أطبع سر المعبد الجزء الأول أو الجزء الثاني اللي كان طالع من الهيئة العامة للكتاب، أثرت أن يطبع هذا الكتاب في دار نشر متمكنة ولديها قدرة ولديها ملكة على الطباعة الجيدة وعلى النشر والتوزيع بشكل جيد، فاخترت دار بتانة للنشر. صاحبها الدكتور عاطف عبيد رجل من المثقفين المصريين والأدباء المصريين، له باع طويل في الأدب وفي الكتابة، فيدرك قيمة الكلمة. أعيدت طباعة الكتاب بغلاف جديد، سواء الجزء الأول أو الجزء الثاني، بالاشتراك مع الهيئة العامة للكتاب، ورئيسها رئيس الهيئة العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي. أنا الحقيقة أزعم أنه سواء الكتاب ده الجزء الأولاني اللي وضعت فيه فصل جديد يتناسب مع الأحداث التي مرت فيما بعد، ويتناسب مع الدنيا التي أصبحنا نعيش فيها، علشان ما يبقاش الكتاب ده لوحده متخم بكل الأسرار. فوضعت هنا أشياء لم توضع في الطبعات السابقة، فأصبحت طبعة مزيدة ومنقحة. أما هذا الكتاب فالحقيقة هو خلاصة تجربتي. أنا أثرت أن أنا أحط كتابين دول، ويمكن يكون في كتاب ثالث حريص أنه يطلعوا، علشان أكون قلت كل الكلمة بتاعتي قبل ما أموت. أنا عايز أقول كل الكلام بتاعي قبل ما أموت، علشان ربنا ما يحاسبنيش أن أنا عرفت حاجة مهمة جدا عن جماعة ارتدت ثوب الإسلام وتقدمت على أنها الحارس الذي يقوم بحراسة المعبد، ولكن المعبد كان يحتوي على كثير من الأسرار التي تدل على أن هذه الجماعة لم يكن لها علاقة تطبيقية بالإسلام. نعم أنا لا أجرد أفراد هذه الجماعة من الإسلام، ما بكفرش حد، بل بالعكس أنتم ممكن تلاقوا ناس كتير أو طيبين منهم ومقتنعين أن الجماعة دي جماعة طيبة وكويسة، بس دول مضللين. في ناس تانية مضلين أضلوهم، الناس التانية كانوا ماشيين في سكة تانية وخدوا وراهم القطيع ده كله، والقطيع كان شايف يافطة محطوطة فوق بتقول في سبيل الله قمنا، والحقيقة اليافطة دي مرفوعة من ناس مش في سبيل الله قاموا، في سبيل أشياء تانية قاموا. الأسرار اللي هنا، يعني التاريخ بيقول جماعة الإخوان أنشئت سنة 28، هل صح إنه بدأت فعلاً الولد اللي عنده 20-21 سنة اسمه حسن البنا، هل فعلاً هو الذي فكر وحده في أن ينشئ هذه الجماعة بمعزل عن أي قوة خارجية؟ أشياء كثيرة من خلال وثائق، من خلال أحداث، من خلال موازنة تاريخية وتحقيق تاريخي، هتعرفوا من خلاله إنه التاريخ اللي وصل لنا مش هو التاريخ الصحيح، والتاريخ ده هو تاريخ أقرب إلى الصحة. مش بقول لأي واحد فيكم لما تقرأ الكتاب ده أو الكتاب ده صدق اللي فيه، لكن بدعوكم أن أنتم تفكروا، ابحثوا ورايا، دوروا ورايا. ربنا بيقول لنا كده، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. التفكر، لذلك دعوتي دايما بتقوم على التفكر، ده الجهد اللي أنا حطيته، وسأسعى دائما إلى وضع جهد آخر إن شاء الله. ودائما معكم، تابعوا إصداراتي إن شاء الله في وبرامجي التي سيتم بثها من خلال قناتي، واضربوا على الاشتراك، دوسوا على الاشتراك واشتركوا في القناة،
وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.